هذا القرآن العظيم يستحق منا اهتماما، يستحق منا عناية. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة: مسجد مهجور، ومصحف معطل، وعالم ضاع بين جهال. المصحف المعطل الذي لا يعتنى به، احنا نستخدم القرآن فقط ايام الفواتح، نقرأ لنا كم من آية نهديها للمرحوم. اما القرآن في بيوتنا معلق في الرفوف من دون ان تكون لنا علاقة روحية تربوية مع القرآن الكريم، مع أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن درجات الجنة بعدد آيات القرآن، فكلما قرأ العبد آية رقى درجة. وورد عن الصادق عليه السلام من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، من قرأ 20 آية كتب من الذاكرين، من قرأ 30 آية كتب من القانتين، من قرأ 50 آية كتب من الخاشعين. نحن ليس لدينا علاقة مع القرآن، على الأقل يوميا 5 دقائق تقرأ لك 50 آية من القرآن، أو تستمع وأنت في السيارة رايح للعمل للدراسة تستمع القرآن وتتلو معه. هكذا عاش أهل البيت مع القرآن، هكذا عاش النبي وأهل بيته مع القرآن.